إلى ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه سيتم السيطرة على كورونا في العراق في حال التزام المواطنين بهذه الشروط. وقال ممثل المنظمة أدهم إسماعيل إذا التزم المواطنون بحظر التجوال والإرشادات الصحية خلال عيد الأضحى المبارك سوف يتم السيطرة على وباء كورونا. وأضاف أن أكثر المواطنين شرق القناة في العاصمة بغداد غير مدركين لخطر الفيروس.